السلام عليكم ومساء الخير، شلونكم؟ عساكم طيبين. يا هلا ويا مرحبا مع مزاج. مساء الخير، شلونكم؟ أنا اليوم رحت العصر مول 89 في العقيلة، واكتشفت في الأريا هذه أكثر من مول، يعني توقفون بالنص كذي تلفون على نفسكم تشوفون نفسكم أنتوا بوسط أكثر من مول. فأول مرة أشوف التركيبة هذه. على العموم أنا رايحة أشتري استكانات، وبالتحديد أنا رايحة محل ترو فاليو، قالوا لي موجود فيه خفيف، فدخلت استانست. أنا أحب الطبقات ملوت الطوابق اللي أنتوا تشوفونها من داخل، ترفع راسك كذي وراسك، المنظر وايد حلو. وقلت خل أصور لكم ومسي عليكم في هاليوم الحلو الفضيل. فالاستكانات محتاجتهم حق العيد نجدد، فقالوا إن عندهم مجموعة حلوة في هذا المحل، وصورت لكم شوية صور. ما قدرت، هذه مجموعة الاستكانات خذيت منهم الحمد لله، الله وفجني بشغلة حلوة خذيتها. أسعارهم معقولة، لا غالي حلو ولا رخيص يعني، بس إنه يعني موديلاتهم حلوة بس. وطلعت من المول وقلت أمسي عليكم وأقول مساء الخير، في أمان الله.